أهلا يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك السلام يا دكتور؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، منورنا. الله يكرمك. يعني احنا سعداء ان تلبية دعوة حضرتك لينا للمرة الثالثة وحضرتك متواجد معانا، وفي الحقيقة يعني في هجوم كبير جدا على حضور المحاضرة لحضرتك. احنا يعني تعدينا العدد كبير جدا. يعني برحب بحضرتك المهندس محمد كامل، رئيس مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، ويعني لنا الشرف إن يعني تواجد حضرتك معانا النهاردة. إن شاء الله يعني كلنا دايما بنستفيد وبنتعلم من حضرتك، يعني إن شاء الله تكون محاضرة كلنا نستفيد منها ونتعلم منها زي ما حضرتك عودتنا. النهاردة إن شاء الله اللي هيدير الجلسة المهندس عمر سليم، هسيب له إدارة الجلسة، وبعد إذن حضرتك طبعا هنطلع لايف على الفيسبوك علشان العدد يعني عدى الزوم، فهنطلع لايف على الفيسبوك. تفضل، شكرا. هدي 5 دقايق بس هنطلع لايف على الفيسبوك. شكرا، تفضل. لسه ما تكلمناش، ما تخافش. أهلا بكم يا شباب. أهلا بكم يا شباب. أهلا بكم. أهلا بكم يا شباب. في حد سامعني يا شباب؟ أهلا دكتور، سامعين حضرتك؟ اوكي. شكرا. اهلا بكم. اهلا شيرين. أهلا نجو، أهلا بكم جميعا. أهلا دكتور.
لما ممكن نبتدي يبقى قول لي يا كتكوت. تمام يا دكتور، احنا جاهزين نقدر نبدأ إن شاء الله. الترتيب دلوقتي؟ اتفضل يا دكتور. اوكي شكرا. اهلا بكم يا شباب. الحقيقه سعيد جدا اكلم شباب مصر النهارده عن حاجه مهمه جدا بالنسبه لي وبالنسبه لمستقبل مصر، وهي ممر التنميه. ايه ممر التنميه ده؟ ممر التنميه عباره عن فرصه ان احنا نبعد كل البنى والمسارات بتاع القطر والشوارع والطرق وكل المسارات اللي هي الحكومه بتعملها، خط سكه الحديد، خط الكهرباء، خط كل الحاجات دي، بعيد عن الارض الزراعيه اللي عملها النيل في 6 مليون سنه. انا جيولوجي، واحنا اتعلمنا ان الارض الخصبه اللي حوالين النيل دي عملها النيل اثناء الفيضان بس في 6 مليون سنة. يعني ايه؟ يعني النيل مساره الحالي هو كان كده بالظبط بقاله 6 مليون سنة، ينزل كده من اثيوبيا، على يعدي على السودان ويعدي علينا ويخلص يخلص في الدلتا ويوصل لحد ما يوصل البحر المتوسط. في كل صيف شهرين في الصيف بيفيض المية بتاعت النيل وبينزل بسرعة، وبينزل من الهضبة الأثيوبية ويعدي على الحتت اللي هناك ويعدي على السودان ويشيل طمي ويشيل حاجات من الصخور كلها كده، ويروح جاي عندنا في مصر ويفيض، يروح مالي التربة، مالي الأرض اللي حوالين النيل من اليمين والشمال بطبقة من التربة، حتة بحتة كده، ملي بملي، سنت بسنت، تاتا، لحد ما بقى دلوقتي عدة أقدام من التربة الصالحة للزراعة في بعض الأماكن يوصل أقدام، لكن في بعض الأماكن الأخرى لسه بسيط كده، سنتي ولا سنتي ونص. الأرض دي هي اللي عملت مصر. يعني الطمي ده اللي جابه النيل ورسبه على الجانبين أثناء 6 مليون سنة هو السبب في قيام مصر وقيام حضارة مصر. لأن من القدماء المصريين من أكثر من 5000 سنة كانوا عارفين إن الأرض دي هبة النيل، نحط فيها بذور أي حاجة بتطلع حاجة كده، حاجة من غير ما تعمل، من غير ما نحط لها بذور بيطلع فيها حاجة، حاجة بيطلع فيها جنب النيل كده على طول حاجات خضراء. معناها إن هي أصل الخضرة وأصل الحياة في المنطقة بحالها. هو إيه أصل الحاجات دي كلها؟ هو الطمي بتاع النيل اللي جابه النيل في 6 مليون سنة، طبقة بطبقة 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 أثناء الفيضان. شوف يعني إحنا عايشين طول هذه السنين في مصر، من مصر القديمة من 10,000 سنة من 6,000 سنة مثلا، عايشين بالخير اللي النيل عمله من كل فيضان لمدة 6 مليون سنة. نيجي احنا نعمل ايه؟ وخاصة من ايام الثورة العظيمة بتاعت جمال عبد الناصر، ان الحكومة رعت قوي في البلد وعملت حاجات من ايام كانت في، عشان خزان اسوان كان الحكومة هناك كتير قوي، وبعدين عملوا بقى اماكن للحكومة والمحافظات واللي 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 في الصعيد مصر وبعدين في الدلتا. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان احنا بنيجي جنب النيل في احسن حته عملها النيل في 6 مليون سنه، واروح انا باني عليها باسمنت. المباني، المحافظه، الكوره، كره الشراب، الكوره الكويسه، الهوكي، لو كانوا بيعلموا البينج بونج، اي نادي، اي حاجه بيبنوها بيبنوها فوق احسن ارض زراعيه في العالم. ما فيش ارض زراعيه في العالم عملها نيل في 6 مليون سنة زي الأرض بتاعتنا. الأرض دي كانت سبب قيام حضارة مصر القديمة. يعني أسيادنا القدماء المصريين ما كانوش يعرفوا هيعملوا الحضارة بتاعتهم دي إلا إذا كانوا بياكلوا كويس، والحيوانات بتاعتهم بتاكل كويس وباستمرار، ويجي أكل كل سنة ويعملوا زي ما هم عايزين،
وعندهم اقوياء صحتهم كويسه وكانوا كم يرموا اي بذور في الارض تطلع، لان الارض كلها مغذيه وكويسه. وكده السبب الاساسي للحضاره المصريه القديمه وعظمه قدماء المصريين انهم كانوا عايشين فوق ارض تسمح بالحضاره دي، لانها تسمح لهم بالغذاء الدائم. اي واحد فيهم يرمي اي بذره تطلع ساعات من غير بذره ولا حاجه، زي الشجر بيطلع لوحده. طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ وخاصه بعد الهبابه بتاعتنا بتاعت الثوره 52، بابني كل شيء ببنيه على جانبي النيل فوق ارض احسن ارض زراعيه اللي هي عملها النيل في 6 مليون سنه، المحافظه، وبعدين ملاعب المحافظه، وبعدين المستشفى، وبعدين الحته الجنينه اللي جنب المستشفى، وبعدين الجنينه اللي قدام السيد المحافظ، وبعدين كده كل ما يمكن ان يتخيله العقل يتبني فوق ارض زراعيه عملها النيل في 6 مليون سنه. وفي نفس الوقت يعني لو مشيت ربع كيلو الاقي ارض مستويه نظيفه جدا وكويسه جدا وهواها صالح وكويسه خالص، ما فيهاش طمي، وفاضيه قد الحته اللي فيها الطمي دي 10 مرات غرب النيل، وفي بعض الاماكن في شرق النيل. ليه هنا يا اخوانا باخد احسن ارض عملها النيل في 6 مليون سنه واحط فيها اسمنت عشان اعمل فيها ملعب؟ الله، ما انا عندي لو مشيت ربع ساعه هتوصل لارض قد دي 10 مرات اذا كنت عايز كلها صح، ملهاش دخل خالص باللي انت بتبنيه ده. ابني شارع، ابني سكن حديد، ابني قطر، ابني كذا، ابني عماره، ابني كل البنى. وخاصه سعاده المحافظ لما يبني، وسعاده المحافظ لما يبني نادي، لما سعاده المحافظ لما يبني قاعده، كل ده بيتبني في احسن ارض زراعيه عملها النيل في 6 مليون سنه. وانا معيد في جامعه اسيوط، انا عارف ايه الطمي ده اللي عمله، وايه النيل ايه، واللي جابه ايه. احنا جيولوجيين وعارفين ان الحاجات دي ما هيش سهله، ان الطمي ده مش لعبه. الطمي اللي احنا بنزرع فيه ده اللي هو فيه كل العناصر المغذيه للنباتات اللي ما نقدرش نجيبه من اي حته تانيه وغير موجود في اي مكان في العالم، وانا ما اقدرش اغيره ولا اجيب غيره. يعني لو الطمي ده انتهى سلام عليكم، مصر دي هتنتهي، لان الطمي اللي حوالين النيل ده هو كان سبب عظمة مصر القديمة. يعني من أيام حتشبسوت الملكة بتاعتنا اللي كانت بتبعت رحلات دبلوماسية، الملك حتشبسوت من أعظم ملوك، من أعظم من حكم مصر، عارفة إن المية بتاعتنا دي بتيجي من إثيوبيا من بعيد أوي، هناك بحيرات بتبتدي من النيل بيبتدي من هناك، فهي عارفه كده. فكتبت لنا في المعبد بتاعها ان انا بعت بعثات دبلوماسيه الى بلاد بونت اللي هي اثيوبيا، خدوا معاهم هدايا عندنا من مصر وحاجات من كذا وكذا كذا وكذا، وراحوا هناك وسلموا على الناس هناك عشان احنا عارفين ان النيل بيجي من هناك وكذا ولازم يبقوا اصحابنا. وجابوا معانا، رجعوا وجابوا معانا حيوانات وقرود وحاجات عمرنا ما شفناها وكذا وكذا كذا. يعني الملكة حتشبسوت من أيام حكمها بتقول لنا إن إحنا عارفين إن النيل بيجي من الجنوب، وإحنا لازم نصاحب الناس دي ونصادقهم، لأن النيل بيجي من هناك، وإحنا من غير النيل مفيش عيش. بشوف من كام ألف سنة الست اللي حكمت مصر دي بتقول لنا إيه، وإحنا يا فندية يا متعلمين في الجامعات واخدين شهادات في الجامعة، ولما اجي ابني ملعب ابنيه في احسن ارض بناها النيل في 6 مليون سنة. جيب ايه دي؟ والله كنت بحزن. جامعة اسيوط الجامعة نفسها بنبنيها فوق ارض زراعية، الملاعب بتاعت جامعة الجامعة بنبنيها فوق ارض زراعية. يا اخوانا حرام، خلينا نبعد في الارض. وانا خلينا احنا كجونيور رحنا بعيد شويه كده، خدنا حته مستوي اول وقلنا رحنا عشان نتكلم رئيس الجامعه، قال احنا ما لناش في ايدنا، مش في ايدنا والله، احنا الناس اللي بيخططوا للبنى بتاع الجامعه جايين من القاهره من الوزاره، مش في ايدنا ان احنا نغير الموقع بتاع الجامعه.
يعني حاجة خيبة يعني، ونسكت وكلنا نسكت، والأرض الزراعية يوم عن يوم بتقل، ولما الأرض الزراعية بتقل يوم من أيوم عايز لازم أكسب عشان أجيب دولارات عشان أروح أشتري قمح. طب ما أنا كنت بتعمل قمح، كنا بنطلع قمح، كنا بنأكل. ده اليونانيين كاتبين في كتبهم والطلاينة بيكتبوا من غير قمح مصر ما كناش نعمل، ومن غير أنت السعودية نفسها ما كانتش بتجيب قمح أبدا إلا من مصر. هبة، كنا بنبعت القمح. مرة عمرو بن العاص لما كان جاي يفتح مصر، الخليفة بتاعه قال له النبي بعت لنا قمح، قال له القمح في طريقي إليكم على قافلة جمال، أولها عندك وآخرها عندي. يعني شوف القافلة دي اللي واخدة قمح من مصر بتوصله للسعودية هبة ببلاش، كان جمال شلة جمال مربوطة كده واحدة ورا التانية من مصر لحد ما توصل السعودية مليان. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إن إحنا كنا بنأكل كل الناس اللي حوالينا، كنا بنأكل السعودية، كنا بنأكل روما، كنا بنأكل لبنان، وكانوا نفس الطلاينة نفسهم يقولوا العيش بتاعنا ما ينفعش إلا بالقمح بتاع مصر. مكتوب كده في على في المدونات بتاعتهم. وبعدين أنا آجي آخد الأرض الزراعية بتاعتنا دي اللي احنا عارفين يا اخوانا ان النيل عملها في 6 مليون سنة، واروح ابني على ابني فوقها، ابني عليها ملعب بتاع المحافظة عشان العب فيه بالكورة؟ يا اخي ايه دي؟ يعني مخلول، مجنون، اهبل اللي بيروح يبني معسكر ولا جامعة ولا ملعب ولا بيت فوق احسن ارض زراعية عملها في العالم، عملها النيل في 6 مليون سنة. وكان النيل طويل جدا بيعدي على كل الاراضي دي، بياخد كل الحاجات الكويسه خالص وبيرسمها لنا في البتاع، في العناصر الممتازه جدا، كل ما يحتاجه النبات معمول في دي. فانا قلت ما دام احنا جورجين وعارفين القصه دي، يعني حرام ان احنا نسكت ونسيب الحكايه دي كلها. الحل الوحيد ان احنا ننقل كل الحاجات بتاع المعيشه بره الحزام بتاع وادي النيل، اللي هو وادي النيل اللي هو على الدلتا، الارض الزراعيه اللي على يمين النيل وعلى شماله. الارض دي معموله بقى لها 6 مليون سنه مش لعبه، والطمي اللي فيها ده عمله النيل ايام ما كان الفيضان بيحصل قبل السد العالي، مش هيتكرر تاني ومستحيل نقدر نعملها تاني خالص الارض دي بكل العناصر بتاعت الغذاء اللي فيها. فأنا لازم أبعد الحياة، لأن الحياة ما عندهاش عقل، الحياة في مصر ما عندهاش عقل وبتبني كل شيء فوق أحسن أرض زراعية في العالم. فلازم نبعد الحياة دي اللي هي مش فاهمة، أبعدها عن الحتة اللي فيها حوالين النيل، يلا يمين النيل ولا شماله، أبعدها عنه. أبعدها عنه ليه؟ فين؟ كيف فهمنا بقى يا جيولوجي؟ لقينا إن الأرض الصالحة للزراعة بتنتهي غرب النيل في أرض مستوية كويسة خالص. عندنا أرض مستوية غرب وادي النيل، مستوية كويسة جدا وماشية عالية من الشمال للجنوب، بتمشي كويس خالص، وأقدر أحط فيها زي ما أنا عايز، أعمل فيها مدن، قرى، مطاعم، مجمعات، ملاعب، كل ما يحتاجه الإنسان أعمله هناك بعيد عن الأرض الزراعية، وأخلي الأرض اللي حوالين النيل تطلع لي أكل، لأن أنا بزيد استعداد السكان والزيادة في احتياج الأكل بتزيد. أنا ابتدينا النهاردة نشتري قمح بقى من أوكرانيا ومن كده وجنب عشان ناكل العيش، عشان ناكل العيش، وما كناش معانا مدلاش عيش مش هنعرف ناكل سندوتش فول، فتبقى مصيبة. فأنا لازم أزيد من إنتاج بتاعي. فأنا لقينا في أرض زراعية تصلح للزراعة جنب الحتت دي، بس المهم إن أنا أرض مستوية نظيفة كويسة طويلة جدا من غرب
بحيرة السد العالي لحد ما وصل مرسى مطروح أو غرب اسكندرية زي بعضه. عندي أرض مستوية أعمل فيها زي ما أنا عايز، أعمل فيها بتاع القطر بتاع السكة الحديد بتاع القطر، طريق طويل 8 حارات، 4 رايح و4 جاي، عايز 5 أعمل لك 5، 5 رايح و5 جاي، حتت مستوية كويسة جدا أبني فيها كل ما أنا عايز، كل المستشفيات، كل الجامعات، كل ما أنا عايز، مدن جديدة، كل حتت أرض فيها ممكن تبقى تنفع زراعة، وممكن حاجات تنفع للصناعة، وكل ده بيفتح مجالات لشباب مصر يتنفس ويتحرك. لأن شباب مصر دلوقتي متكون فوق وادي النيل، إحنا متكونين فوق بعض، مش عارفين نتنفس. فالفكر في مصر قال الحركة الفنية بتاعت مصر قلت، حركة المخ قلت، لأن إحنا عايشين فوق بعض، والمشاكل الحياتية عشان بس أروح من هنا لحد ما المحل اللي أنا هشتري منه، ولا حد بس يكون في كهانة وحد ولا كذا ولا كذا، مشوار وحوسه، نفس المعيشة بقت صعبة. لما تبقى المعيشة صعبة الحياة ما تبقاش حلوة، والحياة اللي مش حلوة مش هتعمل فن ورقاء فني وازدهار ثقافي ويزع زي ما كان موجود في مصر زمان قبل الخيبة اللي حصلت دي، وخاصة بعد الثورة، ولما كل الأماكن دي راح لها ضباط وضباط الجيش اللي بيروحوا هناك ما هوش عارف القصة دي إيه، ولا يعرف يعني إيه فلاحي، وضابط جيش مش فاهم وما يعرفش في الحاجات دي، فيروح جاي مختار أحسن حتة في الأرض، أيوه عايزين حتة فيها هواء حلو جدا، نروح بنيين العمارة، المكتب بتاع سيادة الضابط والمأمور وزمايله واللي كذا على أحسن أرض جنب النيل. ما أنت يا خيبان لما بتعمل كده بتقلل الإنتاج الزراعي، وأنت بتعملها أيوه حلوة عشان تقعد فيها، ما هو أنت تبقى أحلى لو أنت بعدت عن الزراعة دي وطلعت في الحتة اللي هي في الصحراء، عشان يبقى المنظر بتاعك الخضرة وبعدين النيل، منظر أحسن وهواء أنقى وكل حاجة أحسن، بس انت بتعايزها جنب النيل على طول، عشان انت الشارع بتاعك جنب النيل والسكه الحديد بتاعك جنب النيل وكده كلام. فانا كنت عايز ابعد السكه والقطر الحديد، السكه الحديد والطرق كلها وكل الحاجات دي بعيده عن النيل، عشان لما نيجي نبني جامعات، مستشفيات، من نوادي، خيابه، اي داهيه، بيت لسياده المامور زي ما عاوز، نادي للموظفين بتاع سيادة المأمور، زي ما انت عايز تبنيه بعيد عن الأرض الزراعية. الأرض الزراعية هي سبب حضارة مصر من أيام الفراعنة، من أيام مصر القديمة، كان الحل، الحاجة الوحيدة اللي مخلية مصر مزدهرة وأحسن من غيرها، إن كانت الأرض بتاعتها بتنتج كل ما هم يحتاجوا من غذاء، وبيفيد عليهم وبيدوه ويوزعوه، شوية للأوراق للإيران ولا لليونان، شوية لإيطاليا، شوية لكذا، من أيام قدماء مصريين كانوا بيهدوا كده باليمين والشمال للخلق، لأن إحنا بننتج أكتر ما كنا نحتاج من غذاء. ليه؟ لأن النيل نفسه وما حوله من التربة الصالحة للزراعة دي من النيل بتطلع على طول، بتطلع خضرة، بتطلع غذاء جميل جدا يكفينا ويكفي غيرنا. أنا لما باجي ببني فوقها بالأسمنت بأخفيها، فدلوقتي ما بتكفيناش الأرض اللي فاضلة، ما بتكفيناش. فأنا لو استمرينا في الخيبة اللي إحنا بنعملها حاليا، ولما باجي أبني الجامعة ومبنى عشان كلية الطلبة، ومبنى عشان البنات، ومبنى عشان المعامل، وأبنيه كله فوق أرض زراعية، يبقى أنا مخلول، يبقى أنا مهبول إن أنا بعمل كده، لأن أنا بأمحي بأستيكة كده مستقبل مصر. أعمل إيه أنا بعدين؟ لما أنا أسد أرمي فوق الأرض الزراعية اللي عملها النيل في 6 مليون سنة، أرمي فوقها أسمنت وتفضل ساكتة، أنا آكل منين؟ ده ما فيش بلد في العالم تقدر تأكلنا يا مصريين، ده إحنا بقينا 100 مليون، ما نقدرش ناكل من بره، مستحيل. هنشتري فلوس ازاي؟ ما عندناش ما يمكن من فلوس ان احنا ناكل من بره، مستحيل. فانا لازم اقول
ممنوع منعا باتا اي حد يبني اي حاجه فوق شبر واحد من الارض الزراعيه. ولو كانت حكومه برضه يروح السجن، لو كان سياده المحافظ يروح السجن، اللي هيبني فوق ارض زراعيه المفروض يروح السجن على طول. والله انا في نظري يعني لازم شويه كده يشنقوا في الاول عشان تبقى تحريم كامل ان انا ابني اي شيء، ان شاء الله يا رب مستشفى، ان شاء الله جامعه، ان شاء الله اي حاجه فوق ارض زراعيه. فما اقدرش اقول كده الا اذا كان قدامي ارض نظيفه قريبه من البلد اللي انا فيها ونظيفه حلوه جدا اقدر ابني فيها زي ما انا عايز. هو ده سبب ان انا بصيت في صحاري مصر وبصيت جنب مصر عشان اشوف عايزين نخلي جنبنا ارض مستويه نظيفه قريبه قوي ملهاش دخل بالمواد النيل على الاطلاق، بس قريبه من كل المدن من عند توشكا لحد البحر المتوسط، يكون فيها مسافه شاسعه تسمح فيها بإني أبني جامعة مستشفى وكذا وكذا، مش بعيد فركة كعب مثلا 2 كيلو 10 كيلو 20 كيلو بالكثير 40 كيلو زي بعضه، مع ما نعمل لها شوارع وهبقى فيها أبني فيها أعمل فيها سكة حديد وسكة قطر وسكة كذا وكذا كذا كذا، وأماكن كل الشباب مصر يقدر ياخد فيها حتت، يعمل مصانع يعمل مدارس يعمل أي حاجة. ما هو شباب مصر ما لهمش دخل، متكممين فوق بعض ما يعرفوش، ما فيش حاجة تفتح لهم الفكر غير موجود لأنه مفيش متكمم عليه. لما يبقوا عايشين فوق بعض كده يبقى بكمم عليهم، يبقى مكمم على فكرهم، يبقى لن ينتجوا. إنما لما يبقى كل شباب مصر بكل بلد من عند أسوان وأنا طالع كل مدينة وكل قرية جنبها أرض فاضية ممكن شباب مصر يتجمعوا فيها يعملوا حتة يصلحوا فيها العجل، حتة يبنوا فيها عربيات كارو، حتة يبنوا فيها زي يبنوا زي ما يبنوا، أنا مالي، يعملوا حتى إن شاء الله ربي يعملوا مستشفى، يعملوا زي ما عايزين، لأن الأرض هتبقى صالحة للعمل وبلاش ومستوية وجنبه. هيمشي مثلا 5 كيلو بعيد عن البلد، ماشي 5 كيلو، ما إحنا كنا بنمشي 5 كيلو، ساعات كنا بنمشي قريب من 2 كيلو كل يوم رايح الجامعة، لما تبقى 5 يعني ما هي مش شغلانة، ما أنا عامل شارع كمان ويبقى فيها سكة لو كانت طويلة قوي هعمل فيها سكة حديد، لو كانت معقولة كده هبقى في شارع. معنى ذلك إيه؟ إن هل هناك أرض مستوية قريبة من النيل عشان كل مدينة وكل قرية يبقى لها منفذ عشان أبني وأعمل مصانع وأعمل جامعات وأعمل كذا، مش في الأرض اللي عملها النيل من 6 مليون سنة عشان أسيب الأرض دي للمستقبل؟ لأن الأرض دي هي اللي عملت مصر القديمة من أيام ما كانت مصر لها مكانة، كانت هي الأرض دي اللي بتنتج الأكل الحاجات الزراعية دي والحيوانات والكلام ده كله، كانت في المكان ده. لما أنا ببني عليها أسمنت وبتضيع، السلام عليكم، إيه اللي هيبقى في مصر؟ أنا ما فاهم، ما يبقاش في مصر أي مقومات للحياة الحقيقية، مش بس الحضارة، الحياة دي مقومات الحياة، فهم مقومات الحياة كانت كويسة خالص جدا عملت حضارة. فأنا لو قللت من مقومات الحياة دي أقلل الحضارة، وأنا في نظري هو إحنا قللنا الحضارة لأن إحنا النهاردة بنستلف من بنوك عشان أشتري قمح، يعني رغيف العيش اللي بناكله عشان أكل بيه سندوتش فول ولا طعمية، جزء من الرغيف ده فلوس انا سلفها من البنك دي انا اعتبرها خيبه. هو اللي احنا يا مصريين ما كناش بنعرف ناكل نفسنا فاحنا خيبانين للغايه، باجدادنا كانوا بياكلوا كل اللي حواليهم. يعني اقروا في التاريخ اللي كان الفلان الفلاني اليوناني يقول لولا القمح بتاع مصر ما كناش، الفلان الفلاني من ايطاليا من روما كان يقول لولا القمح ما كانش العيش بتاعنا هيبقى بالشكل ده. السعودية بيقول له ابعت لنا قمح الله يرضى عليك، فلان فلان كل اللي حوالينا يعني بيقولوا ابعتوا لنا أكل من مصر، ابعتوا لنا قمح من مصر، ابعتوا لنا كذا من مصر. كنا بنأكل الناس اللي حوالينا كلهم. النهارده مش عارفين نأكل نفسنا، ليه؟ عشان بنبني فوق الأرض الزراعية بس. فلو كنا بنبني فوق الأرض الزراعية فلازم يطلع قانون يقول ممنوع
بناء اي حاجه على سنتي واحد من الارض الزراعيه، ومن يبني هنا فوق ارض زراعيه يروح السجن. ده لازم يبقى قانون كده. لو كان السيد مأمور عايز يبني ويبني حاجه فوق الارض الزراعيه يروح السجن. عشان عايزين قانون يمنع كل اي حد ابدا انه يبني فوق الارض الزراعيه. ليه؟ لان الارض الزراعيه دي هي اللي عملت مصر، ومن غيرها هنبقى ناس حقيرين للغايه، مش عارفين ناكل نفسنا، فهنبقى فضيحه يعني. اللي مش عارف ياكل نفسه ده انت موظفين. زي ما كان الواحد اتخرج من الجامعه وبيقول لي انا كويس خالص، بس مش عارف، مش قادر ياكل نفسه وياكل عيلته، ده هيبقى خيبان. ده هيبقى في الشارع مفيش حد، يبقى مش عارف، يبقى خيبان. مهما كان ناصح قوي معاه دكتوراه، انما ما كانش فيها شغلانه وما فيش شغله وما فيش مرتب، يبقى خايب. يبقى احنا لو مش عارفين ناكل نفسنا نبقى خيبانين. هل احنا عايزين مصر تبقى خيبانه؟ هل في وسيله ان احنا نعملها مصر ما تبقاش خيبانه على الاطلاق مستقبلا؟ ايوه طبعا، عندنا ارض الدنيا نقدر نعيش فيها، ونسيب الارض الزراعيه اللي عملها النيل في 6 مليون سنه لانتاج الغذاء. بس يا شباب، هي دي القصه من اولها لاخرها، اللي خلاني اقول ان عندنا ارض ممكن اعمل فيها كل اللي عايزينه للمباني بتاعه الحركه، القطر والسكه الحديد وكذا وكذا، كل ما عايز انا اعمله، الميه والكهرباء واللي بعيد عن الارض الزراعيه، عشان لما العربيات والقطر والبلاوي بتاعتنا دي كلها والعربيات النقل واللي كله عايز يمشي بعيد عن الارض الزراعيه، يسيب الارض الزراعيه لانتاج الغذاء. لان انتاج الغذاء كان السبب الاساسي في نهضه مصر من ايام قدماء المصريين. لو قل انتاج الغذاء يبقى احنا في ملناش صفه خالص، لان احنا هنبقى اكتر من 100 مليون ما لناش صفه على الاطلاق، اذا كنا بنشحت عشان ناكل أو بنشحت من البنوك عشان نجيب أكل عشان ناكل نعمل عيش. طب إحنا كنا بناكل الأكل وكله عيش. إذا كان اليونان بيتكلموا من التاريخ، يقروا الكتب، يقول لك اليونان يقولوا كده، والرومان يكلموا بعض يقولوا من غير القمح بتاع مصر ما كانش العيش بتاعنا هيبقى كده، والسعودية ما كانش بيقول له كده. كل اللي حوالينا من اليمين والشمال كانوا بينتظروا الأكل من مصر وخاصة القمح. فأنا دلوقتي لما بستلف من بنوك في أوروبا عشان أشتري قمح من أوكرانيا، يبقى أنا بقول أنا خيبان. ده أنا بقول كده، يعني الواحد يقول كده، يعني كلنا نقول كده، إحنا خيبانين. ليه؟ لأننا بنبني فوق الأرض الزراعية، فمش عارفين نلاقي أرض نزرع فيها. طب ما خيبة إيه دي؟ عشان بتبني فوقها؟ آه. طب وبتبني فوقها ليه خيبان؟ ضر شبوس على بوس على الأرض جنبك، تقدر تمشي فيها زي ما انت عايز وتبني فيها زي ما انت عايز، وتخلي الارض اللي انت حوالين النيل دي لانتاج الغذاء. اي ما فيش بناء على الاطلاق في الحته دي، لازم يطلع قانون في مصر يقول اللي يبني فوق سنتي واحد من الارض الزراعيه يروح السجن. ان شاء الله رب يكون رئيس الوزراء. لازم كده، لان اللي بيبني فوق ارض زراعيه النهارده بيقلل من مستقبل مصر. 1+1=2، بيقلل من مستقبل مصر وبيخلي مصر بلد خربانه وخيبانه وشحاته، اللي هي كانت بلد عظيمه وكذا وكريمه، وكنا بنهدي القمح من ايام قدماء المصريين لايطاليا واليونان والسعوديه وكل اللي حوالين. فانا مش عايز اقول ان احنا عايزين نرجع هنهدي، لا يا سيدي، احنا عايزين ناكل نفسنا. لأن إحنا كنا زمان يعني قليلا على سننا، كنا 20 مليون، النهارده بقينا 100 مليون. فأنا كمية الأكل اللي هنحتاجه تضرب 5 مرات من أيام أنا لما كنت شباب لحد النهارده. فأنا لازم أنتج 5 مرات كمية الغذاء، فلازم يكون عندي أرض، كان لازم عندي تكون أرض أزود فيها الغذاء، مش بنقص الإنتاج الغذاء في مصر، لازم أزود الإنتاج في مصر لأن تعداد السكان بيزيد. فمعنى ذلك إيه؟ إن أنا لازم أبعد كل البناء من اوله لاخره. ان شاء الله رب بتاع الجيش، ان شاء الله رب بتاع المستشفى، ان شاء الله ايه مثلا، ممنوع البناء فوق ارض زراعيه بتاعت النيل.
يعملوا ارض ده ارض تانية جنب النيل على شرقه وفي غربه، ما لناش دخل. انما الارض اللي عملها النيل اللي عاملها في 6 مليون سنة، فكل سنة شوية كده، كل سنة نص، كل سنة نص 2 ملي، كل سنة 2 ملي في 6 مليون سنة، من كل فيضان بيزود كل 2 ملي، اتنين كل سنة بيزود حتة صغيرة كده. في 6 مليون سنة عمل لنا طبقة الطمي اللي احنا بنزرع فيها دي. فلازم ابعد الحياة عن وادي النيل والدلتا. ازاي ابعد الحياه عن وادي النيل والدلتا؟ مش الحياه، مش حياه بتاعتنا، لا، المباني، قصدي نبعد البناء بعيد عن وادي النيل والدلتا. ازاي؟ لازم افتح لمساء مساحات شاسعه من الاراضي الصالحه للزراعه، الصالحه للبناء، المستويه، المستقيمه، الكويسه، النظيفه، اللي جنب النيل، عشان ما يبقاش بعيد عن الناس دي. اعمله ازاي؟ هو ده اللي أنا عملته في ممر التنمية، وادي القصة بالذات. الحتة اللون الأبيض ده كله اللي هو ماشي من جنوب النيل غرب بحيرة السد العالي، من جنوب أسوان يعني، الحتة المستوية دي البيضة، الأبيض ده، الأبيض اللي هنا ده، الأبيض اللي هنا ده، الأبيض اللي حوالين الفيوم، الأبيض اللي غرب الدلتا، دي أراضي مستوية جنب النيل تسمح بالتوسع البنائي والشوارع والبنى والمدن والقرى والجامعات والمستشفيات وكل شيء، بعيد عن وادي النيل اللي هو الأخضر ده. الأخضر اللي أنتم شايفينه ده هو المكان اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي، هذه الدلتا الخضراء والحتة الخضراء الرفيعة دي اللي حوالين النيل. كل الأبيض مساحات شاسعة مستوية قريبة لازقة في الحتة اللي احنا عايشين فيها، تسمح بالزراعة أو بالبناء اللي هو الأبيض ده كله. بعضها يسمح للزراعة لكن الغالب يسمح للبناء لأنه مستوي ونظيف وقريب من الحتة اللي انا فيها. فده يبقى عايز أنا أعمل طريق بعيد عن الأرض الزراعية الأبيض ده جنب النيل مش بعيد عني، وجنب الدلتا مش بعيد عن الناس، قريب خالص، اللي هو يسمح بالتوسع. معنى ذلك إن أنا أمنع الشوارع اللي هي في وادي النيل كلها تماما، واخلي في الدلتا 2 3 شوارع بس اللي هم يمشوا يوسعوا يوصلوا للمدن الكبيره وبس، والباقي كله يسمح يسيبه للي بناه النيل في 6 مليون سنه اللي عملوا النيل قبل السد، لان بعد السد ما بيجيش طم. 6 مليون سنه قبل سد اسوان كان النيل بيفيض ويرسب لنا الطبقة الصالحة للزراعة اللي هو الأخضر ده. طمي النيل كان بيترسب، دلوقتي تبطل بعد السد، بطل التمييل. فأنا لازم أبعد البنى عن الحتة اللي عملها النيل في 6 مليون سنة، وأنا عندي حتة واسعة أوي للناس تعيش فيها وتعمل فيها زي ما عايز. بدل ما تعمل جامعة اعمل 20 جامعة، بدل ما تعمل مستشفى اعمل 15، بدل ما تعمل شارع اعمل 2، وهكذا، لأنها أرض مستوية قريبة خالص من النيل. مرة تبقى بس 2 كيلو، مرة تبقى 10 كيلو، مرة تبقى 20 كيلو، بس كلها قريبة خالص من الحتة اللي احنا عايشين فيها، مستوية تسمح بالتوسع في كل اتجاه لكل بناء وكل حاجة غير ما غير زراعة. أي شيء، أي نشاط غير الزراعة لازم يبعد عن وادي النيل والدلتا بتاعته، أو جزء من الدلتا على الأقل، نص الدلتا الغربي مثلا. لكن على الجنوب ده كل الدلتا، كل الوادي، كل الوادي يبقى ممنوع. ما تقوليش إن عامل المحافظ ولا البوليس ولا البيه المفتش، لا يا عزيز، كلكم لازم تبنوا بعيد. عايز تبني أي شيء بعيد. كفاية الخيبة اللي حصلت لنا لحد النهاردة. ممنوع بناء
اي حاجه مستقبلا، احنا بنزيد تعداد سكاننا. يعني الخيبه اللي حصلت واحنا تعدادنا 20 مليون، فدلوقتي تعدادنا بقى 40 مليون. لو بنينا ال 100 مليون، لو بقى بنينا شقق وعمارات وكذا لل 100 مليون، هنغطي بقى وادي النيل والدلتا، وما بقاش في اي حته ناكل منها، تبقى خيبه كبيره جدا. فانا لازم اتوسع للاماكن اللي ممكن يعيش فيها الجيل الصاعد والشباب، يفكروا ويعملوا حته، بدل ما هم متضايقين فوق بعض وعايشين فوق بعض في المدن مقفوله، افتح لهم مجال ان ياخذوا حتت ارض يعملوا فيها مصانع، يعملوا فيها مزارع، يعملوا فيها مدارس، يعملوا فيها زي ما يعملوا، حته واسعه خالص، اوسع من وادي النيل ده كله. لان لو احنا خدنا الارض اللي هي اللي باللون الاخضر ده هنا، اللي هي الارض الزراعيه اللي حوالين النيل وفي كل الدلتا، دول 7.5 مليون كيلومتر. المساحة اللي فاتحها ممر التنمية جنب النيل وجنب الدلتا 10.5 مليون كيلومتر. معناها إيه؟ معناها إني بضاعف المساحة اللي عايش فيها المصريين النهاردة مرة ونص، في أرض قريبة خالص من الوادي وقريبة خالص من الضفة الغربية للدلتا، مستوية تسمح للتوسع بين جميع أنواعه، مرة زراعة، مرة صناعة، مرة مكاسب، مرة جماعات، زي ما أنت عايز. الحتة دي هي كده، هو ده الممر التنمية، ده هو اللي يفتح المجال ده. لأن أنا أفتح أخد مساحة هناك بعيد أوي كده، وأروح حاطط فيها مسار لطريق وسكة حديد، والطريق ده يبقى طريق عالمي 8 حارات، 4 رايح و4 جاي، مع سكة حديد ومع أنبوبة مية ومع خط كهرباء يمشي من في عند المتوسط لحد ما يوصل لجنوب أسوان، يوصل كل الأماكن دي بالكهرباء والمية والكل كله وصاي، ويسهل لي المسارات دي. ما يبقاش في الأتوبيس اللي بيمشي في وسط الدلتا ولا ونادي والوجه البحري ومطلع ريق روح الناس، خلي كل المواصلات وكل القطر وكل النقل وكل حاجة، نقل البضاعة، نقل الخضار، نقل كل شيء بعيد عن الناس اللي عايشة في المسار ده اللي هو تبع ممر التنمية ده. يا شباب، هو ده الملخص. احنا عايشين فوق بعض في مساحة 7.5 كيلو متر مربع، اللي هو فيه المعيشة والمدن والزراعة والمستشفيات وكل نقل وكل شيء، 7.5 مليون كيلومتر. ممر التنمية بيفتح إضافيا 10.5 مليون كيلومتر. هنشوف المساحة اللي احنا عايشين فيها دي مرة ونص، فهذه ممر التنمية يفتح مسافة للناس وخاصة الشباب انه يفكر في امور جديدة ويعمل زي ما هو عايز، مخازن، مطاعم، مساعي، ما زي ما هو عايز، مدارس، مستشفيات، زي ما هي، يحب في الأماكن شاسعة جدا قريبة، فركة كعب ما بينه وما بين الحتة اللي هو عايش فيها، بس بعيدة عن الزراعة، بعيدة عن إنتاج الغذاء، عشان يتوسع كما يحلو له في أرض مستوية ونظيفة تسمح بالمعيشة وتؤهل الحياة الكريمة وإقامة مدن وقرى وكل زي ما عايزين، بعيد عن الأرض اللي عملها النيل في 6 مليون سنة، وتوقف العمل ده من يوم ما بنينا السد العالي، يعني مش هتتعمل تاني الأرض اللي احنا بناكل منها دي. بس هو ده الملخص، وانتوا تفضلوا اسألوا أي أسئلة على كده. جزاكم الله كل خير يا دكتور على المحاضرة القيمة، وهو حلم مصر كلها والمصريين والعرب كلهم إن فعلا المشروع ده يتنفذ. استأذنك بس في بعض الأسئلة موجودة. مهندس محمد بيسأل حضرتك، هل ممر التنمية هيمر على مدن الوادي الجديد؟ وهل المياه المتوفرة مالحة أم عذبة؟ ولو هي مالحة، إيه نسبة الأملاح اللي موجودة في المياه وتأثيرها على الزراعة؟ للأسف الشديد، هو ده الكلام العلمي اللي ساعات بيرجعنا ويأخرنا. الممر التنمية ملوش دخل خالص بالواحات، ممر التنمية جنب النيل ماشي بموازاة النيل والدلتا وغرب الدلتا بس، يعني احنا جنب النيل بس، من الثلاثة
ل 40 كيلو متر، في حتة في حتة 20 كيلو متر ولا حاجة، في حتة في الجنوب خالص 40 كيلو متر، بس الغالبية العظمى ما بين ودين يعني 3 ولا 4 كيلو متر غرب النيل وخلاص. المياه اللي هي المياه اللي هي تنفع هنا زي المياه اللي هتنفع في الوادي في أي حتة تانية. إنما أنا قصدي إنه لازم تطلع أنبوبة مية جنب المخط، جنب الهاي واي اللي هيتعمل، جنب الطريق اللي هيتعمل، تطلع من بحيرة ناصر. زي ما احنا بناخد مية من بحيرة ناصر عشان ناخد في المدن الحالية، ناخد محطة من بحيرة ناصر، نعمل بقى قناة جنب المحطة الثانية دي كلها. احنا مش هنزيد المية، احنا هنستخدم نفس المية، بس انا هستخدمها غرب النيل مش فوق النيل. فانا هي المية هي اللي هنشربها، هي هنشربها، والمية اللي هنزرع بيها هي المية اللي هنزرع بيها، يعني مش هزداد المية. لكن انا بقول ان احنا يستحسن ان انا اخد قناة عشان الناس اللي هتعيش غرب النيل دي يبقى عند جنبهم قناة زي الطريق، جنب الطريق هو مليان مية جاية من البحيرة ناصر بمحاذاة النيل والدلتا. تمام يا دكتور. طب في حد بيسأل عن مين الجهة المسؤولة عن تشريع منع البناء على الأراضي الزراعية، وهل القوانين اللي موجودة كافية ولا محتاج إن احنا نعدل فيها؟ ما فيش عندنا هيئة ما بتمنع، ما فيش عندنا، ده أنا عايزين قانون يطلع من مجلس الشعب يقول ممنوع البناء على الأرض الزراعية التي بناها النيل في 6 مليون سنة بيريد، بغض النظر عندي حكومة ولا جيش ولا بوليس ولا ماليش دعوة، يمنع من باتا، ويقول إن اللي يغلط هذا القانون يروح السجن خلاص، وتبقى كده قدام الخلق كله، يا سيادة المحافظ، يا سيادة المدير، يا سيادة كله كله. عايزة حاجة من الدولة كده كلها، الدولة تبقى عارفة إيه القصة، وإحنا بنعمل كده ليه، وبنقول كده ليه، وخلاص، وكلنا نمشي مع القانون. طيب، في سؤال مهندس مبروك عباس تسأل حضرتك، هل في خطوات تمت في موضوع ممر التنمية؟ لا أبدا، مفيش أي خطوات على الإطلاق. طيب، في سؤال، مين المفروض ان احنا نناشده ان هو يحقق الحلم دوت؟ أنا في نظري، لأن للأسف الشديد كل حاجات بتعملها الحكومة، بتلاقي الحكومات بتاعتنا بتبقى فيها لخبطة، واللي فيها سرقة، واللي فيها محسوبية، واللي فيها اللي فيها اللي فيها اللي فيها. أنا في نظري دلوقتي إن مجموعة من حكماء مصر يتجمعوا ويقولوا إحنا عايزين نجيب شركات مصرية بيزنس، ونعملوا بيزنس يا سيدي، عشان يكسب. هنقول انهم هيعملوا مؤسسه، المؤسسه دي هتقول ان احنا هنعمل شارع، والشارع ده هيبقى بالفيزا اللي هيركبه الاول، وجنبه هيبقى حتت هنديها الاراضي، اراضي ممكن نفتح بها حتت هنحددها للمباني للناس، وحتت هنحددها ممكن مصانع، وحتت هنحددها لمدارس ومستشفيات وكذا كذا. واللي عايز يتفضل، عايز الحكومه عايزه تشتري تيجي تيجي لنا، عايز المهندسين، عايزين الجامعه، جامعه اسيوط عايزه تعمل جامعه جديده ولا مباني للطلبه، تعال تعال اشتري من عندنا، او خد او استلف من عندنا. يعني ممكن جدا انها تبقى مجموعه من الناس المصريين المحترمين انهم يتجمعوا يعملوا مؤسسه باسم مصر، ومش ضروري تبقى بربحيه، يعني خليها ربح بقى يعني 10% من البسيط، من 5 ل 10%، مش ربح سرقه. وخلي الحكايه دي تبقى تتعمل بهذا الشكل، لان انا مش ضامن ان اي حكومه في مصر يبقى عندها الاخلاق اللي تسمح بكده، لان لو كانت هتبقى حكومه هيسرقوا فيها ويعملوا تحت البتاع، وواحد ياخد من دي على واحد، ياخد من دي واحد تروح لا انا والنبي انا هوصلك للوزير، الدنيا اديني 10% انا هوصلك للوزير، هتبقى لخبطه. عندنا في مصر الدنيا الاخلاق باظت. فانا بقول ان احنا نعملها حاجه بقى تبقى ما يبقى مجموعه محترمه من الناس الكبار او الشركات الكبيره تتجمع كلها وتقول احنا هنعمل الموضوع ده وهنخليه مثمر، هنطلع نسبه واحنا هنكسب.
هنحط فيه كذا عشان نكسب كلنا قدام الناس، هيبقوا عارفين المكسب بتاعنا كام. تمام يا دكتور. طب في سؤال المهندس محمد محمود عن مخزون المياه الجوفية بالصحراء الغربية، هل ممكن برضه يدخل معايا في المشروع؟ لا لا، ده ملوش دخل خالص. انا الميه اللي هي يشربها الناس دي هي الميه اللي بيشربها الناس النهارده، الميه اللي هتبقى جنبهم في المدن هي ميه، ده ملوش دخل خالص بالمياه الجوفيه على الاطلاق، عشان ما نخشش في مناوشات. الناس اللي هم ال 100 مليون اللي عايشين في جنب النيل دول، هم ال 100 مليون اللي هيعيشوا جنب النيل، هم اللي هيشربوا نفس المصادر بتاعت اللي بيشربوا منها النهارده. هي ملهاش دخل خالص بقصه الصحراء الغربيه والمياه الجوفيه اللي فيها. ايوه، انا بقول ان في مياه جوفيه تسمح لنا بان نعمل انبوبه جنب الهاي واي او الممر، بس انا ممكن اخذ الانبوبه دي من بحيره ناصر وخلاص شغلانه. يعني ما فيش دخل، ما فيش حاجه لمياه جوفيه جديده خالص. اللي بنستخدمه النهارده هستخدمه بكره، تمام يا عشان دكتور. خايف ان ده يدخلنا في مناقشات مش هنخرج ما نطلعش منها. تمام يا دكتور. طيب مهندس الشهد بيسأل حضرتك، الأراضي الزراعية اللي تم البناء عليها دلوقتي، هل ممكن لو تهدت نقدر نستفاد من الأراضي الزراعية مرة أخرى ولا هيكون صعب؟ للأسف الشديد بينزلوا تحت الأراضي الزراعية تحت اللي بناها النيل، بينزلوا في الأرض الصلبة اللي تحت وبيبنوا المراسي بتاع الأسمنت وكذا. في للأسف الشديد اللي اتبنى خلاص اتبنى، خاب اللي اتبنى ضاع مننا للأسف. بس كلام كويس يعني. بس في حاجة كويسة في الكلام، كلامك كويس جدا، لأن فيه حتت كان النيل بيغطيها وبيحط فيها أرض صالحة للزراعة بعيد عن الحتة اللي احنا عايشين فيها. عندنا مثلا حتة في غرب من أسوان لغرب كومومبو مستوية جدا، كان النيل بيفيض فيها زمان، وعامل لنا طبقة كده 3 متر من التربة الصالحة للزراعة. يعني أنا قعدنا نفكر زمان، كنا بنفكر إن احنا نعمل شركة تروح تحفر في دي، تاخد الأرض دي وتاخدها وتبيعها وتديها في حتة تانية عشان يبنوا فيها زراعة. بس انا النهارده بقول لا، خليها هي دي، انا اعمل فيها شارع غرب الحته دي وازرع في كل المنطقه غرب كومومبو دي، لانه سهل منبسط. كان النيل بيفيض فيه زمان، بيرسم لنا تربه صالحه عظمه جدا، يجي 3 متر دلوقتي التربه اللي هناك دي كلها من احسن اجود الاراضي الزراعيه. تمام يا دكتور. طب في مهندس ثاني بيسأل حضرتك عن الجفاف اللي بتعرض ليه الأنهار في العالم كله، هل ده هيكون ليه تأثير على ممر التنمية؟ لا، احنا بناخد من حته من بتاع ده، من ميه بتيجي من القطب، من خط الاستواء، ودي ما تتاثرش كتير. البحيرات الثانيه دي حتت عاليه وواطيه جنوبا، انما احنا لسه النيل بتاعنا ومصادر الميه بتاعتنا كلها من قريبه قوي من خط الاستواء، اللي ما بتاثرش كتير بالتغييرات دي. طيب في سؤال عن التكلفة، تكلفة المشروع ده ممكن تكون قد إيه وإزاي الدولة تقدر تشارك فيه؟ والله ما انا سالت ناس قالوا لي ده بتاع 6 مليون 6 مليار دولار، بس مبلغ بسيط. عملوا حسبه كده يعني باللي عندهم، بس انا ما اعرفش الحقيقه دي. يعني اصلهم عملوها في امريكا وعملوها بالسعر الامريكاني وكلام من ده، يعني ما اقدرش. يعني يمكن تبقى 2 مليار ولا 1 مليار واحد طبعا للطبيعه بتاعتنا. يعني احنا ما العامل في مصر النهارده بكام، والسك والاسفلت النهارده نجيبه بكام وكلام من ده. فعايزه شغل في مصر الحكايه دي، لان انا سالت ناس في امريكا وقالوا لي 5.5 مليار دولار. تمام. هو اعتقد ان احنا بنستورد قمح بمبالغ قريبه من كده، فيعني نقدر نوفر المبلغ ده بسهوله، صح او رواد اعمال زي ما حضرتك بتقول. ده كلامك صح. كلام بدل ما نستورد قمح نحطه في حاجات من دي. تمام يا دكتور. في دكتوره علا بتقول ليه ما نعملش مؤتمر مع حضرتك ومع الجهات المختصه ونبدا ناخد الخطوات وتحقيقها على ارض الواقع ونحط خطه استراتيجيه للمشروع. كلهم بيتكلموا كده وكلهم بيقولوا لا يا دكتور، وكل واحد منهم يقابلنا انا وسالت ده يا دكتور يعمل ايه ممر التنميه وبس. يعني ما فيش بني ادم في الحكومه لحد النهارده فكر في ان دي حاجه ممكن جدا الحكومه
تفكر فيها. وانا برضو مش عايز الحكومه تفكر فيها، لان ممكن الحكومه تخيبها خالص، لان الحكومه انت عارفين الحكومه فيها ناس بتعملوا بيستفيدوا هم نفسهم من وظائفهم، كل واحد بيوصل كل بيكلمه عايز اشتغل، عايز ابقى من رئيس العمل، عايز ابقى عامل الشركه، الشركه بتاعتي هي اللي تعمل كذا كده. للوزراء نفسهم يعني، انا عارف وزراء كتير وكنت بروح ازورهم، بقى الوزير ابقى قاعد معاه، لما وزير ساعات يسالني اروح له واروح اقعد معاه في المكتب بتاعه، واقعد وهو قاعد على المكتب وبيكلمني، لكن التليفون اللي بيجي له وهو بيكلمني، ولازم يبقى مغصب مغصب مغصب، وروح على الثالث وراد الثاني وراد الثالث. انا قعدت مره 25 دقيقه، وكان عندي شغلان، كنت عند محاضره في جامعه القاهره، والوزير صاحبي وصديقي ما حبيتش اقول له، فانا بقيت قاعد، هو اللي طلبني عشان اروح له، فانا بقيت اقوم كده واقول له انا عايز امشي يعني، هو على التليفون. فساعات الوزراء دي بيبقى عندهم لبخ ملوش نهايه يعني، الراجل طلبني وصديق عزيز ما حبيتش اقول له انا عندي محاضره ومستعجل، ورحت وقعدت معاه 20 دقيقه لحد ما جاء الوقت الازف، وانا فاضل لي 10 دقائق وانا لازم امشي من هنا لحد جامعه القاهره عشان المحاضره بتاعت جامعه القاهره. فوقفت ورحت ماشي مسلم عليه وهو بيتكلم، وقطعت المقابله بتاعتي معاه لان هو ملخوم وبيتكلم يعني. ما تفكروش ان الوزير بتاعنا بيبقى قاعد بيعرف يفكر بهذا، لان الوزير بيبقى عنده بلاوي الدنيا، وكل ما هب ودب بيكلمه عشان النبي سمحت سعاده الوزير، لكن والنبي الله يخبيك عشان الحاجه عشان خاطر فلان الفلاني، والنبي سعاده الوزير. فواحده ورا الثانيه، تليفون مع تليفون، تليفون مع تليفون، فبيبقى الحقيقه ما انا ما اعرفش يعني، ما اقدرش اقول ان واحد من الوزراء دول يقدر يبص على الحكايه دي بعقل وتفنن ويتابعها ويتابع كل خطوه فيها ويبقى عامل. فانا عشان كده بقول ان دي عايزه مجموعه متخصصه ويعملوا مؤسسه، والمؤسسه دي تبقى ماشيه ورا العمليه دي ساعه بساعه، مش بس يوم بيوم، ساعه بساعه، عشان يعرفوا ايه القصه اللي بتتعمل وايه اللي بتعمل، ايه اللي بتسرق وايه اللي ما بتسرقش، ايه اللي بتعمل صح وايه اللي ما بتعملش صح، وان بتعمل كده وهكذا عشان يتعمل صح وبسرعه وباقل تكلفه، عشان ده في نظري في حمايه لمستقبل مصر، لان مستقبل مصر هو الطمي اللي حوالين النيل. اذا الطمي ده راح، السلام عليكم. تمام دكتور. طب في سؤال من المهندسة لميس بتقول لحضرتك: النيل في الحضارة المصرية القديمة كان 7 فروع وأماكنها معلومة، هل ممكن إن إحنا نحفرهم من تاني ونستصلح حولهم؟ لا لا، ده لا، السبع فروع دول كانوا في الدلتا مش في النيل. آه النيل هو زي ما هو ماشي، فرع واحد ملوش دخل ملوش خلاص. لا، الفروع دي كانت في الدلتا ولسه موجودين اساسا يعني في قدم. الفروع ما كانتش في النيل، الفروع كانت في الحته اللي هو الدلتا بيجي فيها، كانت ساعات ميه فيضان زياده عن اللزوم يروح داخل في حته كده جنبه ويعمل كذا. فالفروع دي كانت في الدلتا وبواقيها ما زالت موجوده يعني، نعرف وجودها جيولوجيا، ما فيهاش ميه النهارده لكن احنا نعرف وجودها جيولوجيا. فالنيل فلا لزوم لاستخدامها دلوقتي لان احنا بنزرعها دلوقتي. تمام يا دكتور. طب هل في إمكاننا إن إحنا نستفاد من الطمي اللي هو السد منعه عننا، ناخده نستفاد منه؟ امال ايه؟ في ده كان في شركه مؤسسه، كان في شركه بتروح خلف السد وبتاخد الطمي ده وتوديه. احنا كنا عاملين مخطط احنا عشان شويه الناس تنقل الطمي ده لحتت في غرب النيل، في الحته المستوى اللي هي غرب النيل. وبعدين الحقيقه لقينا انه ملاش لازمه، لان كان في انهار صغيره خالص كده، مش انهار يعني، ترع كده وحاجات كده، كانت بترسب ارض صالحه للزراعه، لان احنا كنا عايزين نشوف الحته اللي هي في شرق العوينات وكذا، هل محتاجاه طمي؟ ما كنا كانت محتاجه طمي ناخده من النيل جنوب اسوان، بس لقينا ان كان فيه امطار وكان فيه ما يكفي من الميه اللي بتوصل للحتت دي، الزراعه فيها هايله جدا، ولقينا ان القمح اللي بيطلع في شرق العوينات ده قمح هايل جدا وممتاز جدا، لان كان توصل لها انهار من هضبة الجيف الكبير، كان فيه نهر بيوصل لها وبرسب هناك حاجة يعني. الأراضي اللي صالحة للزراعة الصحراء الغربية فيها ما يكفي
من الطمي، لان الغذاء يعني للنبات، ولا يلزم ان احنا ناخد الطمي اللي غرب من جنوب النيل. تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. في مركز بحوث المياه كنت في مره من المرات بتكلم مع حد هناك متخصص، فقال لي ان المياه كويسه جدا، بتعدي على كل الدول الافريقيه، اثيوبيا، السودان، المياه بتكون نظيفه جدا وبيحافظوا عليها، لكن اول ما بتوصل بلدنا بيلاقي اسمنت اسوان وبيبدا التلوث، وبيبدا وفي قوانين كتيره بتمنع المفروض الحاجات دي لكن غير مفعله. فنتمنى حضرتك توجه كلمة للناس والمسؤولين إن هم يهتموا بإن مفيش حد يرمي حاجة في مية النيل. اه المفروض ما فيش حد من ماء النيل، فانا فعلا لازم ده نعمله. واحنا كنا في الفلاحين، ما كنا بنروح في القرى في الصيف، كل صيف بعد المدرسه كنا بنشوف ان الناس هناك ما فيش حد بيرمي اي حاجه في الترعه، مش بس النيل. النيل وطبعا محترم عليه والعد عليه، من محدش يلمس حاجه في النيل. وبعدين في ترعه كبيره، وبعدين الترعه الكبيره فيها ترعه صغيره، والترعه الصغيره هي اللي فيها المسارات اللي بتوصل الميه للحتت اللي كان عائلاتنا بتبني فيها بتزرع فيها. كان ما فيش حد ابدا يرمي في الترعه دي. انا النهارده لما رحت الحكايه دي، انا من كام سنه دي كده كنت هناك، ورحت القريه ولقيت في السكه، طول ما انا ماشي في السكه الاقي حد مرمي، ناس رامي زباله وكذا، وبعد حمار ميت في الحته من الارض دي. معناها ايه؟ ان حصل فيه تفكك كده في الأخلاق المصرية لسبب ما. ما حصلش الحقيقة إلا بعد الثورة، إن في عدد تفكك كده في بعض الأخلاق المصرية. ما كان ما يهموش إن لو حمار مات ادفنه يا أخي، عندك أرض استشعرت الدنيا، خده بعيد عن الأرض الزراعية وادفنه، إنما ترميه في المية، معناها المية دي حد هيشرب منها حد تاني بعدين في جنوب الحتة دي ولا شمالها. يعني عيب، حرام، ما ينفعش كده. مش أخلاق، مش أخلاق بني آدمين. مش هقول مسلمين ولا مسيحيين، لا، مش أخلاق مسلم بني آدمين. يعني مش أخلاق ناس، مش بس عندهم دين، لا، مش أخلاق ناس بني آدمين. إن الواحد يبقى لازم يحافظ على النبات، ويحافظ على الحيوان، ويحافظ على كذا. ولو كان في حيوان ميت الواحد يدفنه ممكن بالحد، مش يرميه في الترعة اللي بيشرب منها الناس. يعني في خلل ذهني في بعض الناس، لما الأخلاق بتتفك، بتفرض الحاجات كتيرة جدا بتحصل بتقلل جدا من الإنسانية. فأنا بقول إن إحنا لابد نرجع للإنسانية بتاعتنا، إن الإنسان النبات والحيوان دي حاجات من عند ربنا، كلهم أحياء ولازم نحبهم ونحترمهم ونعززهم. النبات والحيوان اللي عايز مية يشرب نديله مية نظيفة، مفيش بني آدم يلوث الأرض ولا يلوث المية ولا الترعة. مفيش بني آدم ناصح يرمي حاجة ميتة في الترعة عشان الترعة هيشرب منها ناس تانيين. يا أخي احفر حفرة صغيرة ويدفن فيها الحاجة اللي ماتت. عيب يعني. ما دي بهدلة للأخلاق. وأنا في نظري ما حصلش ده كده، كان زمان عندنا في أيام عليا أنا لما كنت صغير، أيام الملك فاروق، كانش ده يحصل. لما كان في حصل كده فرط في الأخلاق المصرية بعد الثورة، ما اعرفش ليه الحقيقة. ما كان ان على ايام انا وانا صغير ما كانش تحصل حاجات من دي على الاطلاق. كانت الناس كلها بتحب بعضها، الناس محترمة بعضها، الناس كلها في القرى بتمشي ماشي كل الاصول. الناس الكبار هم لهم احترامهم، الولاد الصغيرين لازم يكونوا لما كنا واقفين بنتكلم في الشارع وحد كبير ماشي في الشارع من الناحية التانية حتى، ولا مدرس ولا حاجة، نخرس نقف الكلام لحد ما يمشي بعيد عننا عشان ما يبقاش بنتكلم في وجوده. يعني كان في حاجات كده في مصر الحقيقه اتبهدلت، يعني فرطت. وانا للاسف شديد دي ما شعرتش بيها الا ان هي قبل الثوره وبعد الثوره للاسف. مظبوط يا دكتور، يعني من مصر القديم من عصر الفرات كان بيكتب كده ان يعني لما بيجي يموت بيكتب ان هو عمره ما لوث ميه النيل، انه حافظ على ميه النيل، فده بيعتبر قربة لربنا ان كان هو بيشهد كده، بيشهد كان بيشهد ولم ألوث النهر، كلمة كده. وأنا بقول له كده قبل ما يدخل الجنة يقول ولم ألوث النهر. مظبوط يا دكتور، جزاكم الله كل خير، واحنا عاجزين عن شكر حضرتك، وكلنا بندعي ونتمنى مع حضرتك ان المشروع يتنفذ في اقرب وقت باذن الله، لان فعلا بلادنا محتاجاه.
شكرا يا شباب، انتوا الناس اول ناس محتاجينها واول ناس تستخدموها احسن استخدام. شكرا. بنشكر شكرا حضرتك لك. جدا يا دكتور، شرفتنا ودايما يعني بنسعد بتواجد حضرتك، نشوف حضرتك على خير دايما. شكرا يا شكرا شباب. جدا مصر، لحضرتك، اشوفك على خير. انا شاعر ان مصر في خير لانها في ايدكم. شكرا جدا يا دكتور، شكرا، ده شرف لينا والله، شرف لينا. شكرا. اشوف حضرتك على خير دايما. إن شاء الله. شكرا جدا، مع السلامة.